بين عمل قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني قوة صامتة سلاحها الترقب والمتابعة. وإذا كان المكتب الثاني ذائع صيت، فللمكتب الأول حكاية أخرى. هو الأمن العام اللبناني، مديرية شهدت تطوراً ملحوظاً في المكننة والتنظيم في مكاتبها التي تنتشر في المناطق اللبنانية مع استحداث دوائر مركزية وأقليمية. هذه المديرية تحولت من فرع يجمع المعلومات عن المواطنين والأجانب إلى قوة ضاربة يحسب لها حساب في كشف شبكات إرهابية وتفكيكها وإحباط مخططاتها. برع الأمن العام في استراتيجيته الاستباقية، فكشف عدداً من شبكات العمالة والإرهاب. والقبض على أحد الإرهابيين في فندق ديروي في الروشة بعدما فجر الآخر نفسه، والكشف عن خلية النعم المتورطة في تفجيري رويس وبئر العبد، وإحباط المخطط الذي عرف بجهنم رمضان والذي كان يرمي إلى سلسلة تفجيرات في الضاحية، ونجاح الأمن العام في توقيف ذابح أحد العسكريين وتحرير راهبات معلولة والعسكريين لدى جبهة النصرة، كلها إنجازات تشهد على هذا التطور المؤسساتي الذي حققه الأمن العام. لكن ما قد لا يعرفه كثيرون أن تاريخ الأمن العام في الإنجازات الاستخبارية ليس بجديد، فكشف أخطر جاسوسة إسرائيلية في لبنان كان عن طريقه. قضية شولا كوهين يلي مشهورة مش بس بلبنان، بالعالم. شولا كوهين بلشنا فيها نحن أمن عام، المفوض العام الله يرحمه حسين نصر الله وأنا. اليوم يحتفل الأمن العام بعيده 72، عيد يستذكر فيه الشهداء الذين لا يبخل الأمن العام في دمائهم، إلا أن هذا العيد لا يكتمل فعلياً إلا بإقفال ملف العسكريين المخطوفين لدى داعش، فحين ذاك تضبط الساعة اللبنانية بشكل رسمي ومستمر على توقيت الأمن. جوال الحاج موسى، قناة الجديدة.